يشتغلون يوم شهرين ما حد يشوف وجههم. بالإضافة لذلك بالله أني على سيارتي مرتين أنا بدلت الطخم وأنا بيتي بالمنصور. بالله تبهدلنا بهدلة تبهدلنا بهدلة فلا صايرة بالقرآن. مع العلم هو كل الإمكانية ماله ثلاثة أشهر ما يطول. يعني بالبداية اشتغلوا من فوق من جامع العشرة المبشرة. نحن قلنا بالقرآن يمكن ثلاثة أشهر شهرين ما راح يطول. هاي سنتين. وخلف الله على سيد المحافظ يعني كل مدة الله يرضى عليه سيد نجم الجبوري حييجي ويهيمهم ومن هنا ومن هنا. سعد حققه في أنا عشر أيام شهر شوف تلاقي حد يشتغل يحفروا لك شوية وراحوا بعد شهرين ما حد يشوفهم. بالقرآن المشروع هذا كله ما يطول ثلاثة أشهر. بالنسبة لهذا المشروع إيش قد ما نعاني منه نعرف تاريخه أمتى بدأ. بدأ بشهر الثاني 2021 يعني صار لنا سنة وأربعة أشهر إحنا نعاني من هذا السيدين. هذا السيدين عبارة عن تفليش وتعمير. يفلش اليوم يعمر اليوم يصب بالليل الصبح تجي الحفارة جاك همر يكسر ما نعرف شنو السبب ما نعرف. أنت تسني على المقاول صارنا سنة وشهرين إحنا لا شفنا مقاول ولا شفنا مهندس حتى ننقل له معاناتنا. ماكو هسا هذا الشارع هذا بيه ثلاث مشاريع وهذاك السايد بيه مشروعين خمس مشاريع صارن على شكل يعني مشاريع الأنابيب. إحنا بدورة السواسعين تاني بداية المنصور بداية وادي حجر نهاية وادي حجر. نحن هاي الشوارع هاي صار لها سنتين نحن متعذبين بيها السيارات كلها وهاي مدخل الموصل على أساس السيارات تتجي من بغداد من هون المدخل مالتها ما أحد يتابعها. جو يشتغلون عاملين ثلاث عمال هاي ويفلتوها. إيش كان صار المشروع؟ صار لها سنتين ومرات نسأل ونجي عليهم يقولون والله المسؤول عنا ما يعطون الحكومة فلوس المتعاهد ما يعطون فلوس المقاول يمسك المقاولة غير عنده فلوس غير عنده فلوس يقول ايش دعوة ما يعطون فلوس. هاي كلتنا نعاني منها من ناحية المرض من ناحية أطفال المرضى ما تقوى ودي ونجيب.